بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة آل عمران لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. المسألة الرابعة عشرة، فيه التنبيه على قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن ذلك سبب النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، لعلنا في هذه الجلسة إن شاء الله نكمل هذه الفوائد على هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله في الفائدة الرابعة عشرة فيه الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم محذرا المسلمين من الاقتتال بينهم، لأن قتل المسلم جريمة عظيمة. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وموت قبيلة بأسرها أهون عند الله جل وعلا من قتل مسلم بغير حق. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة كما في الحديث. حرمة المسلم عظيمة، أما قتله منفردا هذا قل من يقدم عليه، إلا من ليس في قلبه إيمان أو ليس في قلبه إيمان كامل. أما القتل في الفتن بين المسلمين هذا يقع، ولذلك على المسلم إذا نشبت الحرب بين المسلمين بعضهم مع بعض أن يتجنبها، ألا يدخل فيها، أن يتجنبها ولا يدخل فيها إثارا للسلامة، إلا إذا كان هذا بين الفئة العادلة التي على الحق ومع الإمام، والفئة الباغية أو مع أهل السنة ضد الخوارج، فهنا يجب قتل هؤلاء دفعا لشرهم عن المسلمين، قتل الخوارج وقتل الباغية البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة، تفريق الجماعة. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، اللي ما تقبل الصلح تقاتل، تصر على القتال تقاتل، قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون.
والشيخ رحمه الله يشير إلى هذا الحديث، يشير إلى هذا الحديث الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال بين المسلمين لعصبية أو غير ذلك، لا لدفع البغي وكيد الخوارج، وإنما لعصبية بين القبائل. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، شار إلى المسلمين إلى المؤمنين. كيف مؤمن يضرب رقبة مؤمن بغير حق وبغير دفع عدوان أو بغي أو خروج على جماعة المسلمين؟ لا ترجعوا بعدي كفارا، والمراد الكفر الأصغر هو الكفر الأكبر، إنما هذا الكفر الأصغر، والكفر الأصغر خطير لا يتهاون به لأنه يجر إلى الكفر الأكبر. وفي الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مثل هذا الحديث قتاله كفر، يريد الكفر الأصغر. في قوله تعالى: ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سبب النزول كما سبق أن يهوديا أراد أن يوقد الفتنة بين الأوس والخزرج ويعيد ما كان في الجاهلية بينهم في حرب بعاث، ما زال يذكرهم بأشعار بعضهم في بعض حتى ثارت ثائرتهم وتواعدوا القتال من الغد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بادر بحسم هذا النزاع بين المسلمين، خرج إليهم ونصحهم ووعظهم ذكرهم بالله، فعاد إليهم رشدهم وقام يقبل بعضهم بعضا. فسبب النزول هو هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا لشيء إلا للعصبية والحمية الجاهلية، فهذا كفر من أنواع الكفر. نعم. الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعصية الكفار الذين يحرضون المسلمين بعضهم على بعض، يشبون الفتنة بينهم، يوقدون الثورات بينهم، هذا كيد الكفار. يجب على المسلمين أن لا ينجروا وراء كيد الأعداء، تحريش بينهم وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم. يجب على المسلمين أن يتعقلوا في أمرهم ويعرفوا عدوهم أنه لا يريد لهم الخير، فمعصيتهم هي الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يدل هذا على أن معصيتهم هي الإسلام.
لأنه قال إن تطيعوا، ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الكفار، هذا هو الإسلام، بمعنى أن هذا من أحكام الإسلام ومن ما يأمر به الإسلام. نعم. السادسة عشرة: خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين. أي نعم، لأن قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه الخوف من الردة، ولا يأمن الإنسان على نفسه من الردة ولو كان من الصالحين، لأن الآية في خطاب الأنصار وهم أفضل الأمة بعد المهاجرين، فدل على أن الإنسان على خطر ولو كان من الصالحين، ولو كان من الصحابة لا يأمن على نفسه من الردة والانتكاس عن الإسلام وأن يموت على غير الإسلام، يخاف، ولهذا يخاف من سوء الخاتمة، على المسلم أن يخاف من سوء الخاتمة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يموت على هذا فيدخل النار. ما دام الإنسان على قيد الحياة إنه لا يأمن من الفتنة ولا يأمن على دينه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها: وأنت تخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ما يأمن الإنسان على نفسه، يقول أنا مؤمن، أنا عالم، أنا تقي، أنا نعم، لا يغرك هذا، ربما أنك تنحرف، خصوصا في أيام الفتن، وأنتم ترون الآن كثرة المعادين للإسلام من أبناء المسلمين أنفسهم في الصحف وفي غيرها، يطعنون في الإسلام وفي المسلمين ويمدحون حضارة الكفار وما عليه الكفار ويدعون إلى هذا. فلا يأمن الإنسان على نفسه أن يكون مع هؤلاء وأن يغتر بكلامهم. على المسلم أن يعتز بدينه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فعلى المسلم أن يستشعر هذا، يكثر من سؤال الله الثبات على الدين والوفاة على الإسلام. نعم. السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن، ففيه دليل على أنه عصمة. نعم، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله المتين، حبل الله المتين الذي من اعتصم به. أنت لما تقع في غرق، لما تقع في غرق وعندك حبل، ألست تمسك بهذا الحبل؟ هذا شيء طبيعي في النفوس، تمسك بهذا الحبل، لأنك لو أطلقته تغرق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم،
وإغراء منه صلى الله عليه وسلم عليكم، يعني إلزموا عليكم، معناها إلزموا، فهي فعل أمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، خلفاء الأربعة. ثم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأن الغريق إذا كان معه الحبل يمسك بيديه ثم يخاف ينفلت من يديه فيعض عليه بأسنانه، يعض عليه بأسنانه مع يديه خشية أن يفلت من هذا الحبل فيغرق. كذلك نحن لا نجاة لنا من الفتن والغرق فيها والهلاك إلا بالتمسك بهذا الحبل. الحبل هو حبل الله القرآن العظيم، تمسك به علما وعملا واعتقادا، تمسك بهذا الحبل ولا ننخدع مع الحضارات ومع الترهات، بل نتمسك بالقرآن، لا سيما في لجج الفتن في آخر الزمان، ما يعصمنا من هذه الفتن إلا القرآن، حبل الله، حبل الله الذي تنجو به من هذه اللجة، لجة الفتن والعياذ بالله، التي كقطع الليل المظلم كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا منجي من هذه الفتن إلا الاعتصام بحبل الله وهو القرآن العظيم. والسنة أيضا سنة الرسول كما في الحديث عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها مع القرآن. السنة مع القرآن هما العاصمان من الوقوع في الفتن، من تركهما هلك ووقع في الفتن وغرق، فلا بد من تمسك بهما والاعتصام بهما. نعم، اعتصموا بحبل الله، بحبل الله أو القرآن، اعتصموا من أي شيء؟ من الفتن. نعم. الثامنة عشرة الأمر بالاجتماع على ذلك. اعتصموا بحبل الله جميعا، ما يكفي أنه يعتصم واحد أو عشرة أو مئة، لا بد الأمة كلها تعتصم بحبل الله، وإلا من أفلتت يده من هذا الحبل هلك، لأنه ترك سبب النجاة. نعم. ففيه الاجتماع على كتاب الله، وأن يكون مصدرنا في تصرفاتنا وفي تشريعاتنا وفي حكمنا، مصدرنا القرآن والسنة، نعتصم بهما ونتحاكم إليهما في كل الأمور. ما نعتصم بالكتاب والسنة وتحكيم الشريعة في المنازعات فقط والخصومات، نعم هذا نوع، ولكن نعتصم بهما في العقائد، نعتصم بهما في الأخلاق، نعتصم بهما في المعاملات، نعتصم بهما في المقالات، في المقالات والمناهج، نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المنهج الصحيح، وما عداها من المناهج فهو باطل وضلال. نعم. التاسعة عشرة تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق، وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية. اعتصموا بحبل الله جميعا، ولم يكتفي بهذا، ولا تفرقوا، اعتصموا جميعا ولا تفرقوا، لأن الافتراق يكون بعد الاجتماع، لا يجوز للواحد أنه يشذ عن الجماعة، يشذ عن الجماعة أو فئة من الناس تخطط لها منهجا وتشذ عن جماعة المسلمين، لا يجوز هذا،
ولا تفرقوا، المسلمون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللي يشذ عن هذه الأمة يهلك. خلك مع الجماعة تنجو، خلك مع الجماعة تنجو، ولا تشذ، لا تحدث لك منهجا خاصا أو تتبع طائفة من الناس أو جماعة من الناس على غير الحق. خلك مع جماعة المسلمين بعد الاعتصام بكتاب الله، كن مع جماعة المسلمين، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان الفتن التي تحدث، قال له حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. المسألة العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها. نعم. تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها. ذكرهم الله بنعمته عليهم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كما كان بين الأوس والخزرج قبل هجرة الرسول إليهم عليه الصلاة والسلام، اعتصموا بحبل الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، يعني في الجاهلية، أعداء فألف بين قلوبكم. الله هو الذي يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، هو الذي يؤلف بين القلوب. إذ كنتم أعداء يعني لو تعطي الناس دراهم ما تألف بينهم، لو تعطيهم وظائف ما تألف بينهم أبدا، إنما الله هو الذي يؤلف بينهم. يؤلف بينهم بأي شيء؟ بالإيمان، بالإيمان هو الذي يؤلف بين قلوبهم، وليس بالمذاهب أو بالمناهج البشرية، إنما الذي يؤلف بين القلوب هو الإيمان بالله ورسوله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. اذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إزالت العداوة فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في النسب، لا، إخوان في الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. أصبحتم بنعمته إخوان. ثم اذكروا حالتكم في الجاهلية إذ كنتم على شفا، يعني على طرف حفرة من النار تكادون أن تقعوا فيها، فأنقذكم منها بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين وهذا القرآن. أكبر نعمة هذه، اشكروها، اذكروها واشكروها، تمسكوا بها. نعم. الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في آياته. كذلك يبين الله لكم آياته، بين الله لكم آياته، آياته القرآن. نعم. ثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه.
نعم، الفائدة من تعلم العلم أو بكثرة المعلومات والحفظ والاطلاع والثقافة، ما هو هذا هو المقصود. المقصود أنه يعمل بعلمه، يعمل بعلمه. العلم وإن كان قليلا مع العمل فيه خير كثير، وأما العلم مع عدم العمل فلا يفيد شيئا، هو خير لكنه ما يفيد هذا الشخص شيئا ما دام لم يعمل به، لا يفيده علمه، بل كونه جاهل أخف من كونه عالم ويخالف العلم ولا يعمل بعلم. وعامل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، في يوم القيامة يبدأ بالعلماء المرائين بأعمالهم ويلقون في النار، يبدأ بهم قبل عبدة الأوثان، لأن عبدة الأوثان جهال وهؤلاء علماء، فيبدأ بمن لم يعمل بعلمه قبل عابد الوثن، معذب من قبل عباد الوثن، هذا في الحديث. نعم. ثالثة والعشرون، ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمر الله الأمة أن يكون منها جماعة تهيأ للدعوة إلى الله من العلماء، يدعون إلى الله، ما يسكتون، يقولون نحن مسلمون، ولا يكون فيه دعاة إلى الله، يعظون ويذكرون ويبينون للناس ويعلمونه، دعاة. فالدعوة إلى الله مهمة جدا، وليس كل الأمة تكون دعاة، وإنما منكم، يعني جماعة منكم من العلماء خاصة، من العلماء خاصة هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم، هم الذين يكون منهم الدعاة العلماء. تكن منكم أمة يعني جماعة، أمة يعني جماعة يدعون إلى الخير، هذا هو الدعوة إلى الله. ثانيا، جماعة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يكون من الأمة جماعة متخصصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا كل الناس يأمرون وينهون، بل جماعة منهم تخصص من المؤهلين لذلك، يسمون الحسبة أو رجال الحسبة كما يسمونهم الآن، هذا شيء واجب. ولذلك وفق الله هذه الدولة بأن أنشأ الملك عبد العزيز رحمه الله، أنشأ فيها هيئة للأمر بالمعروف نهي عن المنكر قبل وفاته رحمه الله، واستمرت ولله الحمد هذه الهيئة في عهود أبنائه، وستستمر بإذن الله بحوله وقوته، وهذا مما تشكر عليه هذه الدولة المباركة. ما في الدول، فيما نعلم، ما في الدول دولة كونت جماعة للحسبة إلا هذه الدولة، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتولاه كل أحد، إنما يتولاه جهة خاصة من المختصين، يعينهم ولي الأمر يقومون بذلك. فإذا وجد هذا فهذا أمان للأمة من الهلاك، ما دام يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المجتمع فهو أمان له من الدمار والهلاك، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلك الجميع والعياذ بالله. وهذا في القرآن وفي السنة: فلولا كان من القرون من قبلكم
قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، لو وجد هؤلاء ما هلكت هذه الأمم التي ذكرها الله في سورة هود، لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما هلكوا، إنما هلكوا لما تركوا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يحق عليهم العذاب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان للدولة، يجب أن يستعاون معهم وأن يؤيدون، وأن خلاف اللي الآن يقدحون في الحسبة وفي ولاة الأمة وفي ولاة الحسبة ويتلمسون لهم العثرات ويشهرونها في الصحف، هؤلاء مفسدون. لا، رجال الحسبة مثلنا يخطئون ويصيبون ما في شك، ولكن خطأهم لا يبرر أننا نشهر بخطائهم وننفر منهم ونجعلهم كأنهم وحوش في المجتمع، ينفرون منهم حتى أصبح ولاة الحسبة كأنهم وحوش في المجتمع، مع أنهم هم عصمة المجتمع، فوجودهم خير كثير. نعم. الرابعة والعشرون تخصيصها بالفلاح. تخصيص هذه الطائفة التي تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بأنهم هم المفلحون. حصر، هذا حصر، وأولئك هم المفلحون لا غيرهم، أما غيرهم فهم خاسرون. الذين ليس فيهم دعوة إلى الله وليس فيهم حسبة، هؤلاء هم الخاسرون. الله حصر الفلاح في هذه الأمة التي فيها دعاة إلى الله على بصيرة، وفيها هيئات حسبة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هؤلاء للدعوة إلى الله والبيان للناس، وهؤلاء لمنع المنكرات، تأمر بالمعروف وهو كل ما شرعه الله عز وجل وأمر به، وتنهى عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه. فهؤلاء هم صمام الأمان للمجتمع. نعم. الخامسة والعشرون نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء الآيات. نعم، لما بين أمر الله بالاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا، وحث على وجود الدعاة إلى الله في المجتمع، ووجود الحمد لله هذا كله موجود لدينا، الدولة جعلت وزارة للدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ وزارة شؤون الإسلامية والدعوة إلى وشؤون المساجد والدعوة إلى الله، هذه ميزة عظيمة لهذه الدولة. والثانية رجال الحسبة، هذا عمل بالآية تماما، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتمثل هذا في الدعاة إلى الله وفي رجال الحسبة في هذه الدولة المباركة. نعم. السادسة والعشرون فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها آيات الله القرآن، نتلوها بواسطة جبريل عليه السلام يتلوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يتحملها ويبلغها لأمته، بلغها لأمته. فهذا القرآن جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله جل وعلا، هذا سند القرآن، سند القرآن عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول تلك آيات الله القرآن نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك بما تتضمنه من الحق
والنهي عن الباطل، لو عليك بالحق. نعم. السابعة والعشرون: وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا هذا ضد واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا ضد قوله تعالى جميعا. هؤلاء تفرقوا وهم اليهود والنصارى، مع أن عندهم كتاب، عندهم التوراة والإنجيل، مع هذا تفرقوا وعندهم كتاب الله. أنتم لا تكونون مثلهم، عندكم القرآن وتتفرقون، تكونون مثل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أنتم جاءكم البينات، بل جاءكم أفضل مما عند الأمم السابقة. القرآن هو أعظم كتاب نزل على الأرض من الله سبحانه وتعالى، هو أعظم كتاب وأوضح برهان وأقوم حجة، فهو أعظم الكتب هذا القرآن العظيم. فعندكم من الحجة ما لم يوجد عند الأمم السابقة، فيكون الواجب عليكم أعظم من الواجب على الأمم السابقة. فإذا كان الله أهلك الأمم السابقة بمخالفتها لكتابها، فإن هلاككم أخطر من هلاك أولئك، لأن عندكم أعظم مما عندهم وهو القرآن العظيم. نعم. الثامنة والعشرون: بياض الوجوه وسوادها. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم بين سبحانه سبب البياض والسواد. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا هو السبب، أنهم كفروا بعد إيمانهم. يحذرنا الله جل وعلا أن نكفر بعد إيماننا. كيف نكفر بعد إيماننا؟ نعم، كثير كفروا بعد إيمانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتكسوا وصاروا يتكلمون بلسان الكفار ويهونون من شأن الإسلام والمسلمين. أليس هذا كفر؟ أليس هذا ردة؟ كفروا بعد إيمانهم. هؤلاء أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لأنكم عصيتم الله على بصيرة بعد إيمانكم. بعد إيمانكم زهدتم في الإيمان وخرجتم إلى ضده، هذه فتنة عظيمة، نسأل الله العافية. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على الإيمان حتى الوفاة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حازوا على هذا، ابيضت وجوههم. قال بعض السلف: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف، تسود وجوههم يوم القيامة. نعم. التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. نعم، أن الكفر بعد الإيمان أشد من الكافر الأصلي. المرتد شر من الكافر الأصلي وعقوبته أشد، لأنه عرف الحق واعترف به ثم تركه، عقوبته أشد من الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الدين أصلا، وإن كان كافرا وهو في النار، لكن عذابه أخف من عذاب المرتد والعياذ بالله، لأن المرتد عرف الحق واعترف به ثم تركه وأنكره، ولذلك أوجب الله قتل المرتد. من بدل دينه
فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يقتل بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتد، وهو شر من الكافر الأصلي. نعم. المسألة الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. نعم، أولئك هم المفلحون، هذا وعد من الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده. مفلحون، المفلحون فلاح غير محدد، جميع أنواع الفلاح لهم، وأولئك جميع أنواع الخسارة لهم. نعم. الحادية والثلاثون: التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. تلك آيات الله، يعني ما ذكر في هذه الآيات الثمان هي آيات الله، نتلوها عليك بالحق وعلى أمتك. ما هو بالمقصود مجرد التلاوة أو حفظ القرآن فقط، مقصود تنفيذ هذه المعلومات العظيمة في القرآن والعمل بها. إنما تعلمك القرآن وحفظك للقرآن وتلاوتك للقرآن، كل هذه وسائل إلى النتيجة، وهي العمل بهذا القرآن، العمل بهذا القرآن. نعم. الثانية والثلاثون: تذكرنا أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا. الله جل وعلا يتلوها بواسطة جبريل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو يقصد بها الأمة؟ يقصد بها الأمة، يقصد بها الأمة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. الثالثة والثلاثون: تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق. نعم، تلاوة بالحق، وليست التلاوة فقط لمجرد التلاوة أو التلذذ بالقرآن بصوت القارئ، أو ما هو هذا هو المقصود. المقصود العمل بذلك وامتثال ما في هذا القرآن حتى نكون من أهل القرآن. نعم. الرابعة والثلاثون: الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. نعم، الثلاثون. الرابعة والثلاثون. نعم. الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. الله جل وعلا لا يريد شرعا، لا يريد شرعا ولا قدرا، لا يريد ظلم، لا يريد الله الظلم. حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالم. فالله لا يريد الظلم ولا يرضى به، وإنما يجازي كل أحد بعمله، وذلك هو العدل، هذا هو العدل، يجازي المؤمن بالخير والجنة ويجازي الكافر بالنار، هذا هو العدل. ما ظلمهم الله جل وعلا، ما الله يريد ظلما للعالمين. نزه نفسه عن الظلم سبحانه، بل عن إرادة الظلم، إنما يريد للعالمين الخير، يريد الله للعالمين الخير. فلو أنهم آمنوا واتقوا فالله جل وعلا يحب ذلك منهم ويجازيهم عليه، لكن من حاد واختار الضلال على الهدى واختار العمى على البصيرة فهذا هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمه الله، الله جازاه بعمله، جازاه بعمله، ولم يجازه بعمل غيره أو يزيد في عقابه،
بل جازاه على قدر عمله، هذا هو العدل. نعم. الخامسة والثلاثون تذكيرنا بأن له هذه الآية فيها تنزيه الله عن الظلم، قد نزه نفسه عن الظلم ونهى عباده عنه. نعم. الخامسة والثلاثون تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، الله جل وعلا هو مالك الملك، ومالك الملك بيده الملك، فالملك لله عز وجل، ملك السماوات والأرض ومن فيهن، كله لله خلقا وعبيدا، فله ملك السماوات والأرض، ما أحد يخرج عن ملكه. قال بعض السلف لأحد الوعاظ: عظني، قال: إذا عصيت الله فلا تكن في ملكه. قال: وأين أذهب ولله ملك السماوات والأرض، وين أروح؟ قال: هل يليق بك أن تعصيه وتسكن في ملكه؟ ما يليق هذا بعاقل، إنك تعصيه وتسكن في ملكه. قال أيضا: قال: إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه. قال: ومنين آكل؟ ما هنا إلا رزق الله سبحانه وتعالى. قال: هل يليق بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ ما يليق هذا بعقل عاقل، فضلا عن مؤمن. ثم قال: إذا عصيت الله فاختفي عن الله، لا يراك. قال: وأين أذهب والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قال: هل يليق بك أن تعصي الله وهو ينظر إليك؟ فذكره بهذه الموعظة العظيمة. نعم. لله ملك السماوات والأرض، فمن عصى فلن يفوت الله، لأنه ما يخرج أحد عن السماوات والأرض، ولا يهرب أحد عن السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ما يستطيعون. نعم. السادسة والثلاثون تذكيرنا بالرجوع إليه. نعم، تذكيرنا ولله ملك السماوات والأرض. نعم. وإلى الله ترجعون. ما لك مفر عن الله جل وعلا، مردنا إلى الله، مصيرنا إلى الله، مرجعنا إلى الله، فافعل ما شئت، افعل ما شئت من خير أو شر، أنت في قبضة الله وسترجع إليه يوم القيامة وسيحاسبك عن أفعالك. ما لك مفر عن الله جل وعلا، تذكر المصير، تذكر وقوفك بين يدي الله، تذكر الحساب، تذكر، لا تغفل. إذا تذكرت أننا نرجع إليه أنك تستعد لذلك. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني وقوفه بين يدي الله ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. تذكر المقام بين يدي الله، تذكر الرجوع إلى الله، تذكر المآب إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذا يقولها مؤمن آل فرعون، يذكر فرعون وقومه، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. نعم. لا خلاص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل من توضيح أذابكم الله في قصد الشيخ رحمه الله في قوله في المسألة 34 الاعتذار؟ نعم، الله جل وعلا أعذر، الاعتذار معناه الإعذار، أعذر إلى خلقه ولم يترك لهم حجة عليه سبحانه وتعالى. الاعتذار معناه الإعذار، أن الله أعذر إلى خلقه ولم يترك لهم حجة عليه سبحانه يوم القيامة. نعم. أثابكم الله،
كيف نرد على من يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو مهتدي؟ ما يكون مهتدي إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تؤولونها بغير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا هو السبب. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا رأيت الناس على ضلال مثل ما يقول بعض الناس كل الناس على هذا وخلّا معهم أنا من بفارجة أبنطلق مع الناس، يقول لا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل ضلاله عليه، وأنت عليك خطاك وعليك، فلا تغتر بما عليه الناس. هذا المقصود من الآية. قال صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك نفسك ودع عنك العامة، لا تنجرف مع الناس، لا تنجرف. هذا معنى الآية، أنك ما تنجرف مع الناس، إلزم نفسك. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد منه مع الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز من أحد الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ لا، ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من عنده علم، يعرف المنكر ما هو، يعرف المعروف ما هو. ما الجاهل فقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف بسبب الجهل. لا بد من أن يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عنده بصيرة، عنده معرفة. نعم. ولا يفسد أكثر مما يصلح، مثل الدعاة إلى الله لا بد يكونون على علم بما يدعون إليه، وإلا إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. نعم. لذلك ما يعين في الحسبة إلا أناس عندهم معرفة وبصيرة بالأمور. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل نفهم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار هم الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الله فضل المهاجرين على الأنصار، بدأ بهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالله ذكر المهاجرين قبل الأنصار، لأن الأنصار تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وخرجوا طاعة لله سبحانه وتعالى، أما الأنصار فهم في بلدهم في بيوتهم وفي أموالهم رضي الله عنهم. المهاجرون أفضل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دائما يذكر المهاجرون قبل الأنصار فهم أفضل بلا شك. نعم. جزاكم الله. يقول السائل كثيرا ما نسمع بالطائفة النصيرية والعلوية، فما المقصود بهما ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنهم طائفة من الشيعة الغلاة، من غلاة الشيعة، يعتقدون بإلهية علي رضي الله عنه، يعتقدون أن علي هو الإله ويعبدونه، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله. يقول السائل
ما حكم زيارة أماكن السيرة النبوية كغار حراء وجبل أحد ومسجد القبلتين؟ زيارتها للتبرك بها أو أن يعتقد أنها مشروعة هذا بدعة ولا يجوز. أما يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، إذا كان يزورها للاطلاع فقط فلا بأس، وأما إذا كان يزورها للتبرك بها أو الاعتقاد أن زيارتها مشروعة وفيها أجر فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الأم؟ لا يجوز الاحتفال عند المسلمين عيد إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد بعد أداء ركن من أركان الإسلام. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، عيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، فقط هذين العيدين، وما عدا ما في أعياد لا للأمهات ولا للآباء ولا حتى الرسول، ما في عيد لمولده، ما في مشروع لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. نعم. إذا كان ما يحتفل بمولد الرسول فكيف يحتفل بمولد الإنسان ومولد الولي أو مولد من يعظمونهم أو مولد الرئيس أو مولد، ما يجوز هذا. نعم. دعوكم الله. يقول السائل: اللي يبي يحسن إلى أمه يبر بها، ما هو بيجعل لها عيد، ما هو بنافعها العيد هذا، إذا تريد الأجر تبر بأمك حية وميتة. نعم. صلى الله عليكم. قل: هل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان صحيحة؟ لا لا، ما هي صحيحة، ما صح في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، فلا تقام ليلة النصف من شعبان، يعني لا تخص بالقيام. أما من كان له قيام يداوم عليه فيقوم ليلة النصف من شعبان كغيرها، أما أنه يخصها بقيام فهذا بدعة، أو يصوم يوم 15 شعبان هذا بدعة. ألا من كان له صيام يصوم الأيام البيض مثلا يصوم في شعبان وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نذر من هو دون البلوغ هل يلزم إذا نذر من هو دون البلوغ هل يلزمه الوفاء بالنذر؟ لا، غير مكلف هذا، النذر يشترط له البلوغ والعقل، يشترط له البلوغ والعقل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم استئجار من تضرب على الدف من النساء؟ حرفة ما هي طيبة، إن الضرب بالدف بمناسبة الزواج هذا سنة لأجل إعلان النكاح، لا ينبغي لها تجعل هذا مصدر للتكسب، إعلان السنة يقصد به الأجر ما يقصد به طمع الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: ما حكم إسقاط الجنين قبل 40 بسبب الظروف النفسية والاجتماعية، خاصة إذا خشيت الزوجة من الطلاق مستقبلا؟ لا يجوز إلقاء الحمل فرارا من أو بغضا للحمل، ما يجوز هذا. أما إذا استدعى هذا طبيا، قرر الأطباء أنه لا بد من إجهاض هذا الجنين لخطورته على حياة أمه، وأفتى العلماء بناء على هذا التقرير، يسقط. هذه المسألة لعب بس، إن بغى يسقط الحمل يسقطه، لا، لا بد من تقرير أطباء مختصين، ولا بد من صدور فتوى عملا بهذا التقرير. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تربية الكلاب لغير حاجة؟ حرام، حرام، ما يجوز اعتناء الكلب إلا لثلاث: إما حراسة زرع أو حراسة ماشية أو لصيد كلب الصيد. نعم. داركم الله. يقول السائل: إذا سجد القارئ ووضع المصحف على الأرض فهل في ذلك شيء؟ ما يضعها على الأرض، يضعها على فخذها أو يضعها على شيء أمامه، صندوق أمامه،
يرفع المصحف عن الأرض ما يضعه على التراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصفات الواجب توفرها في العقيقة، وهل تجزئ أثلاثا مثل الأضحية؟ حكم العقيقة وأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية تمام. السن أن تكون الضان بلغت 6 أشهر، وأن المعز تكون بلغت سنة. إذا عقب الأغنام، إذا عقب البقر بقرة فلا بد أن يكون مضى عليها 2 سنين، والإبل إذا عقب بعير لا بد يكون سنه 5 سنين. ثني جذع ضأن أو ثني سواه. نعم. وأن تكون سليمة من العيوب، من العمى والعرج والمرض والكبر والهرم. نعم. وأما لحمها السنة أن يجعله 3/3، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لخاصته وأقاربه. نعم. بارك الله. ما حكم تعمد الزيادة على الصاع في زكاة الفطر ولو نوى بها صدقة؟ لا بأس، الزيادة مفتوحة ما في بأس، أما النقص هو اللي ما يجوز ولا يجزي. نعم. داركم الله. يقول السائل: العلة التي جعلت كفر القاتل كفرا أصغر ألا تنطبق على كفر تارك الصلاة فيكون كفرا أصغر؟ لا، في فرق بين الكفر بالألف واللام، هذا الأكبر، وبين كفر قتاله كفر، هذا كفر أصغر. يقولون إذا جاءت الكفر منكرا فهو أصغر، إذا كان معرفا بالألف واللام فهو الأكبر، والذي في الصلاة بين العبد وبين الكفر، هذا معرف ولا منكر؟ ها؟ هنا معرف، هو الكفر الأكبر. نعم. داركم الله. يقول السائل: أريد توضيحا لمعنى التشهد الأخير والصلاة المحمدية. نريد توضيح معنى التشهد الأخير والصلاة المحمدية. التشهد الأخير معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سواه باطل، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم والإقرار بها، وطاعته واتباعه ومحبته وتصديقه. اختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه العبارات: طاعته، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لتجنب البدع. فشهادة لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تنفي البدع. نعم. أشهد أن محمد، والصلاة على، اللهم صل وسلم على محمد، صلاة من الله، ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، اللهم صل عليه أي أثني عليه. نعم. تطلب من الله أن يصلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى آله يشمل الأتباع، أتباعه يشمل قرابته، الآل يشمل الفريقين، القرابة والأتباع له صلى الله عليه وسلم، كلهم يدخلون في آله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز كتابة عبارة وقف لله على الكراسي من الخلف ثم يجلس عليها ويكون لفظ الجلالة خلف ظهر الجالس؟ ما قصد هذا يا أخي، ما قصد هذا، لو قصد هذا لا يجوز، لكن ما قصد هذا، هو يجلس عليه محتاج للكرسي. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل:
مجموعة من الأشخاص يصلون في الاستراحة جماعة ولا يصلون في المسجد الذي يبعد عنهم 300 متر تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز لهم هذا. إذا كانوا يسمعون النداء فيجب عليهم الإجابة والحضور. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. من سمع النداء وجب عليه الذهاب إليه، إلا إذا كان بعيدا. الأذان من الميكروفون مثلا، الميكروفون يروح عشرات الكيلوات، لكن الصوت المجرد هذا هو المقصود. الصوت المجرد من سمعه أجب عليه الحضور. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: بإذن نعم نعم، هل لسجود التلاوة في غير الصلاة تكبير؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية يا سجدة كبر، كبر وسجد، يا هذا في الحديث. نعم. السؤال آخر نفس السائل يقول: صلى بنا إمام قائلا الله أكبر في الرفع من الركوع بدلا من قول سمع الله لمن حمده ولم يسجد للسهو جهلا منه، فما حكم صلاة؟ إذا كان متعمدا تبديل سمع الله بالله أكبر تبطل الصلاة، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا بد من سجود السهو، يسجد سجدتين للسهو، فإن سلم قبل أن يسجد فإنه يسجد بعد السلام، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. ثابكم الله. هذا سائل يقول: هل صحيح تفسير معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض؟ نعم، النور على قسمين: نور هو من صفات الله عز وجل، وهذا غير مخلوق، صفة من صفات الله، ونور مخلوق، نور مخلوق مثل نور الشمس، نور الشمس والقمر والكواكب والأنوار الكهرباء، هذا كله مخلوق، الله هو الذي خلقه، هو الذي نور السماوات والأرض بهذه المخلوقات. نعم. سبحان الله. هذا سائل: لكن الذي من صفات الله، النور الذي من صفات الله، كما في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، إذا نفخ في الصور، إذا نفخ في الصور وحشر الناس ثم جاء الله لفصل القضاء بين عباده تشرق الأرض من نوره سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قبول دعوة الروافض للأعراس، وهل تحل ذبيحتهم؟ ذبيحتهم لا، أما دعوتهم إذا كان يرجى أنهم يتوبون وأنهم، هذا من تأليفهم للتوبة. نعم. أو أنهم جيران، الجار له حق بعد، إذا كانوا جيران ادعوه. نعم. تبارك الله. يقول السائل: ما حكم الاشتراط في الاعتكاف مثل الاشتراط للخروج لعيادة مريض أو زيارة قريب؟ له ما شرط، له ما اشترط. نعم. جزاكم الله. هذا سائل يقول: رزقني الله بولد الأكبر قبل 13 سنة، وكنت أجهل حكم العقيقة، فذبحت 2 من الماعز ولم تبلغ السن المعتبرة، فهل تجزئ أم علي إعادة العقيقة؟ وإذا أعدتها هل أستطيع أن أذبح واحدة والثانية عند استطاعتي في وقت آخر؟ الآن فات وقتها، فات وقتها، وما فعلته نرجو لك الأجر إن شاء الله، نرجو لك الأجر، ويكون من الصدقة، لحمها من الصدقة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا باع البائع سلعة واشترط عدم إرجاعها ويسمح بإبدالها بشرط نفس السعر أو أعلى، ما يصلح إلا إذا بين العيب،
إذا بين العيب الذي فيها ورضي به المشتري فلا بأس. أما يقول ترى ما علي، إن طلع بعيب ترى ما علي، لا عليك، لازم تبين العيب، لازم تبين العيب، وقولك ما علي ما 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 يبريك من حق الغير. نعم. أذابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري. يقول: أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري واشترطوا علي حلق اللحية، فهل أطيعهم في ذلك؟ لا، اترك العسكرية يرزقك الله غيرها. نعم. أحسن الله عليكم. هل يجوز نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الاتصال دون التحقق من حكم الحديث؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أنك تنشر حديث إلا وتحققت من صحته بالرجوع إلى دواوين السنة، معرفة من رواه من الأئمة والكتاب الذي هو فيه، هل هو من الصحاح أو من دون الصحاح، لازم تبين هذا، ما تغش الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي شاكة في قضاء رمضان، هل هي صامته أو لا؟ وهي ناسية كم عليها قضاء، فماذا تفعل؟ انظر إلى حالتها، هل يعني هي مخبطة وصار عندها شكوك الآن وعدم ضبط للفكر؟ ما عليها شيء. أما إذا كانت لا صاحية وفكرها موجود وشكت فهذه مشكلة، لأن حتى يقولون الشك بعد العبادة ما يأثر. إذا كانت ما شكت وقت رمضان، ما شكت وقت رمضان إنه ما صام، إنما شكت بعد خروج رمضان، هذا ما يضر، الشك بعد العبادة ما يضر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: طلبت من رجل صالح أن يدعو لي ويدعو على من ظلمني، وسميت له اسم الشخص الذي ظلمني. لا، هذا ما يجوز، هذا عدوان، الاعتداء ما يجوز، لكن يدعو لك لا بأس. نعم. جزاكم الله. يقول: ما المقصود بالمأثم والمغرم، وما معنى واجعله الله؟ المأثم يعني المعاصي، والمغرم الخسارة، أن يصيبك خسارة في مالك، غرامة في مالك، دين في مالك، هذه المغرم، يعني الغرم الذي هو الخسارة. نعم. أو الدين أو نعم. يقول: أثابكم الله، والمقصود بقوله واجعله الوارث منا، باقي الوارث يعني الباقي، يعني احفظ علي سمعي وبصري وقواتي وهي الأسنان إلى آخر حياتي. نعم. أثابكم الله. يقول: أدركت الإمام وهو يقرأ سورة بعد الفاتحة ولم أتمكن من قراءتها، فماذا علي؟ قراءة إيش؟ الفاتحة. تسقط عنك الفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها، تسقط عنك. لو ما جئت إلا والإمام راكع فات وقت قراءة الفاتحة، تركع معه وتعتد بالركعة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لدي مساهمة عقارية ساهمت فيها قبل 8 سنوات وقد يئس من تحصيلها، ثم جاءتني لدي مساهمة عقارية ساهمت فيها قبل 8 سنوات وقد يئس من تحصيلها، ثم جاءتني أرباحها بفضل الله، فهل فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة عن العام الذي قبضتها فيه، زكيها عن العام الذي قبضتها فيه، وما قبله ليس فيها زكاة، لأنك ما تدري تحصل ولا ما تحصل. نعم. جزاكم الله. يقول: هل على القاصر زكاة إذا كان لديه مال وحال عليه الحول؟ ما في شك، الزكاة حق في المال دون نظر إلى من يملكه، سواء يملكه صغير ولا مجنون ولا سفيه، وليه يقوم عنه، لأنه حق في المال، حق في المال ولها تعلق بالذمة، فهي تابعة للمال. فإن كان صاحب المال أهل يخرجها هو، وإن كان غير أهل يخرجها وليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل:
أمام منزلي جبل يجتمع فيه عدد من الكلاب أكرمكم الله، تخيف الصغار بأصواتها وتوقظنا من النوم، فهل يجوز لنا أن نقتلها بمادة سامة أو برميها بالبندقية؟ لا، آخر شيء، لأن ما أفاد فيها الطرد، ما أفاد فيها الطرد وما بقي إلا قتلها تقتلها. الذي يؤذي من الحيوانات ولا يندفع له إلا بقتله يقتل. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: هل عمتي أخت الوالد من الأم فقط ترث في حق الوالد؟ لا، الأخت من الأم إذا نعم ترث السدس إذا كان ما فيه من يحجبها، لكن هذا له أولاد. عمتي يقول أن تحجبها ما لها شيء. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم.